موضوع اليمن ده بصراحه هي مسرحيه بتعاد تاني نفس السيناريو بتاع محمد حسنين، هي كان نفس الاعاده، كان عبد الناصر اللي كان بيتعمل هو اللي بيتعمل، دخل بري بعد دخل صغيري، وبعدين الحوثيين طلعوا شتموه قالوا ان هو كان معانا وانقلب علينا، يعني هو انقلاب في مصر وانقلاب في اليمن، الراجل ده شغال انقلابات. انا كرأي انا ما عنديش مانع ان احنا نتدخل جويا عشان نحافظ على الجيش، انما تدخل بري لا، لان طبعا احنا ما نعرفش زي يعني مداخلها وفي جبال هناك وما نضحيش برضو يعني، ويمكن ربنا يجيبها من عنده يعني يحصل تفاهم ما بين الطرفين ونقعد على ترابيزه المفاوضات. ما هو داخله الانتراري لان احنا مصالحنا هناك، وبعدين اليمن برضو سقوط اليمن برضو غلط لينا احنا، لان دول شعب برضو اهلنا وناس يعني في حرب يعني، ما الحمد لله يعني ربنا عاديه على خير. بلد تحارب بره او تنضم لدوله ثانيه، لان الظروف الحاليه زي ما انت شايف فاهمني، تصبيرات وحاجات فاهمني، فلسه يعني الظروف مش سامحه حاليا بالفكره نفسها يعني.